ازيكم يا حبايبي يا كل اطفال الحياة. النهارده هنتعلم سوا لغة جديدة هتخلينا نقدر نتواصل اكتر مع صحاب مميزين لينا. هنتكلم عن لغة الاشارة. لغة الاشارة دي وسيلة تواصل من غير صوت، يعني بنقدر نتعامل بيها مع اي حد من صحابنا من الصم والبكم اللي عندهم مشاكل يعني في السمع او في النطق. اللغة دي بتكون عبارة عن إشارات بالإيد وبالصوابع، وممكن كمان نستخدم فيها تعبيرات الوش. طب اشمعنى النهاردة يعني بنتكلم عن لغة الإشارة؟ يوم 3 مارس هو اليوم العالمي للسمع اللي بيكون فيه حوالي 72 مليون أصم من كل دول العالم. بيكون اليوم ده بتاعهم وبيكون لهم هدف مختلف كل سنة، يعني السنة دي سنة 2024 هيكون تحت شعار اختارته منظمة الصحة العالمية بيقول ايه؟ تغيير المواقف لنجعل العناية بالأذن والسمع متاحة للجميع. وأهم حاجة هيركزوا عليها السنة دي مشاكل السمع اللي لازم تاخد أهمية أكبر، وتوفير وسائل العلاج المختلفة للكل وبشكل متساوي وعادل للوقاية من الفقدان الكامل للسمع، وعلشان كمان يلفتوا نظر العالم كله لحقوق الصم اللي ما بتختلفش أبداً عن حقوق أي شخص سليم. وللأسباب دي كلها كل دول العالم بتركز جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم. يعني مثلاً عندنا هنا في مصر بدأت مبادرة من سنة 2019 للكشف المبكر لعلاج ضعف وفقد السمع للأطفال من وهم عندهم يوم واحد. وكمان عندنا جهات رسمية زي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيهتموا بمعرفة عدد الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية وأماكن وجودهم في مصر، وكمان إنهم يعرفوا كل حاجة بيحتاجوها ويوفروها لهم. وطبعا في دور مهم جدا لوزارة التضامن الاجتماعي اللي دايما بتقدم لهم الدعم، وكمان بتعرفنا احنا ازاي نتعامل معاهم، وبيقدروا يوفروا لهم فرص عمل وكمان مرتب شهري للأعمار الصغيرة. ضعف السمع عمره ما كان عائق للنجاح، وفي أمثلة كتير جدا لشخصيات من الصم أثرت في العالم كله. يعني مثلا بيتهوفن أشهر موسيقار كلاسيكي في العالم كله، وسيمفونياته لحد النهاردة بتتقدم وبتتعزف في أشهر دور الأوبرا في العالم. توماس أديسون طبعا كلنا عارفينه، أيوة بالظبط، اللي اخترع اختراعات كتير جدا وكان أهمها المصباح الكهربائي. الأديب المصري العظيم مصطفى صادق الرفعي صاحب مؤلفات ومقالات وأشعار كتير جدا، برضو كان عنده مشكلة في السمع. لغة الإشارة سهل جدا نتعلمها، بتقربنا من صحابنا من الصم، وبنقدر بيها نتواصل مع بعض ونلاقي مواضيع كتير نتشارك فيها.